الزاوية طالب عدد من مشايخ وعيان المدينة الأطراف المتنازعة الالتزام بنصوص الاتفاق الذي وقع لوقف الاقتتال، معتبرين ما جرى سحابة صيف عابرة. بأن ما حدث كان صحيح سحابة صيف وقد مرت بسلام ولله الحمد، وعادت الحياة المدنية إلى طبيعتها إلى المدينة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الخيرين من أبناء أهل الوطن طالبين من الجميع الالتزام بما ورد بوثيقة الاتفاق، والله ولي التوفيق. المشايخ وفي بيانهم بميدان شهداء المدينة استعرضوا بنود الاتفاق الذي وقعه أهالي وعيان الزاوية بحضور مشايخ من مدن ومناطق أخرى. الوقف الفوري لإطلاق النار مع سحب جميع الآليات المسلحة خارج المدينة ونزع مخلفات الحرب. 2. تسليم المطلوبين من جميع القبائل الزاوية، وذلك وفق أمر قبض قانوني، ويسلم المطلوبين للجهات المختصة. وفي تعذر التسليم يتم رفع الغطاء الاجتماعي عنهم وهم القتلة. 3. تتعهد جميع القبائل على عدم الاقتتال فيما بينهم. 4. تشكيل لجنة من جميع قبائل الزاوية لمتابعة تنفيذ البنود.